المباراة الكبيرة والمهمة التي احتضنها ملعب الوحدة المغاربية ببجاية بين الشبيبة المحلية واتحاد البليدة في إطار الدورة 16 لكأس الجمهورية عرفت حضورا جماهيريا كبيرا وصنعت الحدث في مدينة بجاية، لأن مدينة الورود هي الشبح الأسود دوما لأشبال المدرب جمال مناد. الجمهور البجاوي اشتاق لرؤية فريقه بعد أكثر من شهرين من التوقف عن المنافسة، فحاول منذ البداية زرداب إسعاد الجماهير البجاوية التي تنقلت بقوة إلى الملعب، ثم حاول حملاوي لتأتي بعد ذلك هذه الفرصة. قسم العائد من المنتخب الوطني للمحليين يراوغ، ينتظر، يوزع، بعد ذلك في الاستقبال معيزة لزرداب، الهدف الأول لشبيبة بجاية، عمل جماعي رائع جدا. بعد ذلك جاءت محاولة أخرى لتشكيل الجوية لإضافة الهدف الثاني. فريق اتحاد البليدة لعب بتخوف وبدون جرأة في هذه المباراة ولم يخلق العديد من الفرص عكس الشبيبة البجوية التي كان بإمكانها إضافة هدف ثاني لو تم استغلال هذه التوزيعة من زرداب. بعد ذلك المحاولات البجوية تواصلت عن طريق حملاوي الذي أدى مباراة في المستوى لينتهي الشوط الأول بتفوق بجوي هدف مقابل صفر. في المرحلة الثانية نفس السيناريو تكرر، وذان جون في محاولة على مرتين، أما أخطر محاولة للاتحاد البوليدي في هذه المباراة فكانت عن طريق إيلول لكن دون أن تجسد إلى هدف. المدرب جمال مناد منح أو وضع الثقة في المهاجم مدور الذي أعطى نفسا إضافيا لهجوم الشبيبة. وبعد دقائق قليلة فقط من دخوله تمكن من إضافة الهدف الثاني، هدف الضمان والأمان، وعمل كبير جدا قام به زرداب على الرواق. إذن شبيبة بجاية تتخلص من الشبح الأسود بالنسبة إليها في منافسة كأس الجمهورية، وهدف يبقى غاليا على اللاعب الشاب مدور، ومباراة في المستوى بالنسبة للحكم عابد شارف الذي سيرها بامتياز. هذه